de Qatar, أحيي شعب قطر وزعيمه وصديقي وأخي الأمير حمد، ومن هذا المنبر أقدم تحية أخوية إلى كافة الشعب العربي. عيد ميلادي وأنا في قلب الوطن العربي وعلى الأرض العربية، يا لها من صدفة جميلة. إن قلبي لا ينبض مع ملايين القلوب العربية. يمكنني أن أكون أنا عربية. لقد جبت الصحارى وركبت الجمال وحدوت مع البدو. لقد تعلمت في هذه السنوات أن أحب وأحترم الشعب العربي. فالهجمة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وضد لبنان هي هجمة نشعر بأنها علينا أيضا. إنه عدوان غير مبرر وينفذ على طريقة هتلر بشكل فاشي. إسرائيل على حق تنتقد هتلر وعدوانه، ونحن أيضا ننتقد ذلك، ولكنهم الآن يفعلون ما فعله هتلر ضد اليهود. إنهم يقتلون أطفالا أبرياء وعائلات كاملة. إنهم فككوا الحكومة الشرعية لفلسطين وهدروا وأضاعوا جهودا جبارة في طريق الحصول على السلام وقيام الدولة الفلسطينية، والآن يعتدون على لبنان، وقد هدموا أكثر من نصف لبنان حسب المعلومات الأخيرة التي توفرت لدينا. لقد اغتالوا مئات الأبرياء وباسم ماذا؟ لا مبرر لذلك. إنني أصارحك وأقول بأن اليد الأمريكية تدفعهم، وهي وراء العدوان الإسرائيلي. إنه العدوان الإمبريالي. إن التهديد الحقيقي الذي يعصف بالعالم هو التهديد الإمبريالي للولايات المتحدة، وأن إسرائيل هي إحدى الأدوات الاستعمارية في هذه المنطقة من العالم. وفي هذا اليوم وبالنسبة لي وأنا أحيي ذكرى ميلادي، أتوجه باسم الشعب الفنزويلي مطالبا إسرائيل الانسحاب من أرض فلسطين ولبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، وأن نعطي الدبلوماسية المجال للعمل وأن نحترم القوانين وحقوق الإنسان. لا يمكننا العودة إلى حياة الكهف، إن ذلك يكون مرعبا لمستقبل الإنسانية. لقد سقط القناع مرة أخرى عن وجه الإمبريالية الشيطانية للولايات المتحدة. لقد استعملوا الفيتو لمنع مجلس الأمن من تفعيل الآليات في الأمم المتحدة ووضع حد لهذا العدوان. هل هذا يقود سيد رئيس إلى اعتبار ما يجري حاليا كما وصفه البعض حربا أمريكية بالوكالة وليست حربا إسرائيلية ضد لبنان وفلسطين؟ سي yo creo que sí no tengo ninguna duda. بالتأكيد وأقول ذلك وليس لدي أي شك. لقد استهلكت الولايات المتحدة في 50 عاما ما استهلكته الإنسانية في 150 عاما، وهم الآن يعملون للسيطرة على بترول الشعوب لكي يستهلكونه على طريقة دراكولا. إنهم الكوندي دراكولا يفتشون دوما عن النفط والدماء. لماذا؟ لأنهم يريدون الإبقاء على شيء زائل وهو طريقة الحياة الأمريكية الإمبريالية. بكل صراحة سأقول بأن الذين عليهم أن يضعوا خطة ما بعد الاستعمار هي الولايات المتحدة، لأن المجتمع الأمريكي لا يمكن ولا يجب أن ينتهي، ولكن استعمار النخبة الفاشية هي التي سوف تنتهي. علينا هزم الاستعمار في هذا القرن حتى لا تقضي هذه النخبة على العالم. وعلينا أن نختار، إما أن ننجح بألف طريقة في
في إنهاء الاستعمار أو أن الاستعمار سوف يقضي على العالم بألف طريقة. وتكون نهاية الجنس البشري ونهاية آمالنا. وكما نادى السيد المسيح في أن نعيش في ملكوت السلام، ولن يكون هناك سلام إذا لم تتوفر الحرية. وأنا مسيحي وأؤمن في يسوع، وقد جاء ليبشرنا بقدوم ملكوت الله، وملكوت الله هو السلام والمساواة والعدل، والإمبراطورية الأمريكية هي العدو الأول للحلول دون حلول ملكوت السلام والعدالة. كيف يمكن تحقيقه؟ والجواب يتعلق بالاستراتيجية التي تسمح لنا بالوصول إلى الهدف، وهو الوصول إلى الملكوت الذي أسماه المسيح ملكوت السماء. كيف؟ يتحقق في عالم تعدد القطبية. الجواب هو إيجاد عالم متعدد الأقطاب، وهذه هي روح السياسة الخارجية لفنزويلا. أيها الصديق والأخ محمد، حدثني أحدهم عن تشاؤمه من مستقبل القومية العربية، فأجبته بأنني متفائل لأن أفكار ناصر لم تزل حية. وأقول ناصر لأسمي على الأقل واحدا من عظماء التاريخ العربي. أنا ناصري منذ كنت عسكريا شابا. كلما ألتقي بمراسل للجزيرة أرغب في إعطائه تصريحا أو مقابلة. اسمح لي أن أقول لطاقمها بأننا معجبون بهم، وبأننا من يكافحون لقيام من عالم عادل. إنه لشرف لنا أن نكون هنا وأن نكون أمامكم بهذا الاستوديو ومع هؤلاء الزملاء والإخوة في الجزيرة وكل هؤلاء الإعلاميين الذين تعرفت عليهم الآن وصفحت البعض منهم. أقول لكم جميعا بأنكم مثال وقدوة للكرامة والشجاعة والنضال في سبيل الحق، وبأنكم ملتزمون بقواعد الإخلاق للصحفي وبكسر احتكار الإعلام وتشويه الحقيقة. على الرغم من الضغوطات، فإن قلبي مع الجزيرة ومع إعلاميهم وموظفيها وعمالها، وعليكم أن تستمروا في إعطاء المثال والحقيقة للعالم، لأن الحقيقة أنتم تسهمون